بعد رفع بريطانيا مستوى التحذير الأمني إلى ثاني أعلى درجة بسبب المخاوف من عودة رعاياها من مناطق القتال، حزمة إجراءات صارمة لمكافحة الإرهاب في طريقها للمناقشة أمام البرلمان هذا الشهر. قانون جديد ستتبناه حكومة ديفيد كاميرون قريبا سيمنح سلطات جديدة لشرطة الحدود. عندما نواجه تحديا كبيرا كمواجهة المتطرفين فنحن بحاجة إلى سلطات إضافية فضلا عن مجرد تجريم القانون لهم، ولهذا السبب لدينا هذه الصلاحيات للعمل بها كمصادرة جواز سفر مشتبه بهم ومنعهم من السفر، إلى جانب استبعاد شخص ما مؤقتا من العودة إلى المملكة المتحدة. مشروع القانون بحسب صحف بريطانية يحول طوال عامين على الأقل دون عودة الأشخاص الذين قاتلوا في سوريا والعراق إلى المملكة المتحدة ما لم يلتزموا بشروط صارمة. شروط رفع الحظر ترتكز على موافقة الأشخاص المستهدفين على العودة بمواكبة أمنية وخضوعهم لملاحقات قضائية وبرامج إعادة تأهيل. القانون الجديد أيضا لن يسمح لطائرات الشركات الخطوط الجوية التي لا تحترم لوائح حظر الطيران التي تحددها السلطات البريطانية أو إجراءات التفتيش الأمنية بالهبوط في بريطانيا. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل طالب رئيس الوزراء البريطاني بحظر الدعاة المتطرفين، هذا إلى جانب دعوات الحكومة إلى السيطرة على الإنترنت لإزالة المواد المتطرفة منه، ما دعا إلى إثارة مخاوف حول انتهاك الحريات المدنية. بشاير المطيري، العربية.